نعطيكم مثال. يعني واحد المرة مولودية لعبت في فيو كوبا، كان ستاد وين دوق هيك ليكول نورمال، و ستاد ما كانش تريبون، ما كان لي بان، ريان دي تو، كان ان مونتيكول، لي سبيكتاتور ايتي سور المونتيكول، اي لي جوار ان با، مولودية رابحة. مانيش شايف اش من كلوب اللي كان ضدها، ان توكا كلوب تاع النصارى. مولودية رابحة، هذوك تاع الكولون تاع نحس قبة جاو حبوا يواسيوها، راج واحد منهم جاب المكحلة، محمود بن صيام الله يرحمه، كان هو رئيس تاع مولودية. محمود بن صيام فولوار فو سافوار كوما إلي، يقدر 2 متر 10 ولا 2 متر 20 دو كروندور. إيها راك سمع على هذاك الرومي هذاك، نحلو المكحلة تاعو، إي سي لوي كي غامني لو كان en allant de long en large et en obligeant les spectateurs européens à se tenir tranquilles, à ne pas envahir le terrain. C'est exact, parce que le Mouloudia va faire le match.